السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في القناه. اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا معايا غنحضر واحد الحلوه بالسميده والتمر اللي معروفه بالحلوه ديال قلب اللوز، اللي صراحه كتجي اكثر من رائعه وبطريقه اللي هي سهله وبسيطه ومقادير ايضا اللي هما متوفرين. كنتمنى تعجبكم الحلقه اليوم. قبل ما نمر طريقه التحضير، اللي باقا ما شاركتش معايا في القناه تضغط على زر الاشتراك ثم تفعل الجرس باش توصل ان شاء الله بكل ما هو جديد. ودابا نخليكم مع طريقه التحضير. فبالنسبة للطريقة والمقادير، أول حاجة عندي هنا 100 غرام ديال الزبدة طرية، كنضيف عليها ملعقة صغيرة ديال الخل، وكنضيف هنايا واحد البيضة، ومن بعد كنضيف جوج ديال الياغورت من نكهة ديال الفاني أو أي نكهة بغيتو، وفي الأخير كنضيف 250 مليلتر ديال الزيت النباتية، ومن بعد كنرجع نخلط كل شي مزيان. وهنايا من بعد ما خلطت كلشي مزيان، فدابا كنضيف 250 غرام ديال السميده المتوسطه او السميده الرقيقه، ومن بعد كنرجع نخلط. وهنا من بعد ما خلطت كلشي مزيان، دابا كنضيف الدقيق الابيض من بعد ما غربلتو، كنضيف شويه بشويه وانا كنجمع في الخليط ديالي. وهنايا كنضيف ملعقه كبيره ديال خميره الحلوى. بالنسبه للدقيق اللي مشى لي، فانا تقريبا هنايا مشات لي 600 غرام ديال الدقيق. هنايا من بعد ما جمعت العجينه ديالي مزيان، هنايا كناخذ واحد شويه ديال العجين، هنايا تقريبا واحد 150 غرام. وبالنسبه للعجينه اللي بقات لي، فانا كنقسمها على جوج وكنكورها واحد البكورات على هذا الشكل هذا، وكنحتفظ بهم. بالنسبه للعجين اللي خدينا، فانا ضفت له واحد الملعقه ديال القرفه، وكنضيف هنايا تقريبا 100 غرام ديال المعجون ديال التمر، وغنخلط كلشي مزيان حتى كنحصل على واحد العجينه اللي مخلطه بالتمر مزيان. هنا يمكنكم تعوضوا التمر المعجون تعملوا التمر العادي من بعد ما كطحنوا. وهنايا غنخلط كلشي مزيان بهذا الشكل هذا. حصل العجين اللي كتجي بهذا الشكل هذا من السما بالتمر مزيان، كنحتفظوا بها. وهنايا كنحتاج القالب ديال اللي غندخلو الفران، انا خديت هذا القالب هذا من بعد ما دهنته بشويه ديال الزبده ورشيته بالدقيق بهذا الشكل هذا. هذا هو اللي غنستعمل. يمكنكم تستعملوا اي قالب عندكم، اما على الشكل مربع ولا القالب دائري، يعني كيبقى على حسب الاختيار ديالكم نتوما. وهنايا كناخذوا العجين الاول من بعد ما نحربلو بهذا الشكل هذا باش يجيني ساهل باش نعملو في وسط القالب كالطبقه الاولى ديال العجين. يعني من بعد ما كنعملو في القالب نحاول نضغط عليه مزيان حتى كنسرحو فوق القالب مزيان. وهنايا باش نثبت العجين مزيان ويجيني مقاد مزيان، فانا خديت الكاس وبه باش كنطلق، واذا كان عندكم شي مطلق صغير فمن الاحسن، فانا اكتفيت غير بالكاس.
وهنايا بالنسبه للطبقه الثانيه فانا خديت العجين اللي نسمته بالتمر، هنايا كناخدو كنفرشو على الوجه ديال العجين، وبنفس الطريقه يعني كنثبتو مزيان وكنضغط عليه مزيان، وايضا كنطلقوه بالكاس مزيان. هيدا باش كيلصق لي مع العجين الاول، يعني بنفس الطريقه اللي عملنا في الاول كنعملو العجين الثاني. وانايا من بعد ما ساليت فخديت العجين اللي بقالي، ومن بعد كنطلقو فوق العجينه بهذا الشكل هذا، يعني بنفس الطريقه اللي عملنا في الاول. من بعد ما كنقطعو بهذا الشكل هذا باش كيجيني ساهل، باش كيجيني قد بعطياتو، ومن بعد كنطلقو بنفس الطريقه اللي عملنا يعني بالكاس هيدا باش كيلصق لي مزيان للعجين ديال التمر. وهنايا من بعد ما ساليت فكناخد واحد السكين وكنبدا نقطع في العجين ديالي على الشكل ديال المربعات. بالنسبه للقياس فانتوما كتستعملوا او كتقطعوا القياس اللي بغيتو نتوما، اما كتقطعوا على الشكل المربع او على الشكل المستطيل، فكيبقى الاختيار ديالكم نتوما. انا هنايا هنقطع على الشكل المربعات يعني في الحجم المتوسط. وبالنسبه للتزيين فانا هنا كناخد النقاش وكنقش الحلوى بهذا الشكل هذا، يعني كنقش غير النصف، والنصف الثاني فكنزينه بحبات ديال اللوز، وهنبقى مستمره بهذا الشكل هذا حتى كنكمل القالب ديالي كامل يعني بنفس الطريقه. وهنايا من بعد ما ساليت مباشره كندخل القالب الفران على درجه الحراره 180 درجه، من بعد ما كنكونوا سخناه من قبل وكنخليوه حتى كيطيب مزيان، يعني حتى كنشوفوه تحمر مزيان عاد كنخرج. ودابا نوجدوا السيرو. كنحتاج هنايا كاس ديال العلبه ديال السكر سنيده مع جوج كيسان ديال الماء، وكنضيف واحد الطريف ديال الحامض، وكنخلي هذا الاناء ديالي فوق النار حتى كيغلي. هاد كنحسبوا له تقريبا واحد المده ديال 10 دقائق وها السيرو ديالنا واجد. وهنايا من بعد ما خرجت الصينيه من الفران وهي مازال سخونه، بالنسبه للسيرو حتى هو كيكون سخون، وهنايا كنسقيها مزيان وكنخليها حتى كتشرب داك السيرو عاد كنقدموه. وهنايا من بعد ما شربت الحلوى السيرو مزيان، هنايا كنحيدها من القالب وكنعملها في الطبسة ديال التقديم وكنقدموها حتى كتبرد مزيان.
وهنايا من بعد ما بردت مزيان قدمتها بهذا الشكل هذا. وهنايا نوريكم كيفاش كتجي هشيشه وكتجي مسقيه مزيان بمذاق اللي هو رائع، مذاق ديال التمر، كتجي لذيذه بزاف. كيف شفتوا معايا فهي الطريقه سهله وبسيطه، كنتمنى انكم تجربوها، كنتمنى تعجبكم الحلقه اليوم. واذا عجبتكم الحلقه ما تنساوش تعملوا الاعجاب وايضا تشاركوا الفيديو هذينا مع الاصدقاء ديالكم باش كتعمل فائده ان شاء الله على الجميع. ودابا نخليكم على خير، والسلام عليكم.